أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذه رسالة تعريفية من إخوانكم في نوتنغهام إسلام إنفورميشن بوينت، نبين لكم فيها من نحن وما النشاطات التي نقوم بها في المجتمع. ولكن قبل أن أتحدث عن من نحن، أسرد لكم بعض الآيات التي وردت في كتاب الله عز وجل التي تتحدث عن الدعوة وأهمية الدعوة. قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. هذه أخوان آية تتحدث عن الدعوة. فمن نحن أخوانكم في نوتنغهام إسلام إنفورميشن بوينت؟ نحن عبارة عن جمعية دعوية غير ربحية تأسست عام 1997، مقرنا في مدينة نوتنغهام إنجلترا بريطانيا، والحمد لله نقوم بنشر الإسلام والدعوة بكل الطرق وكافة الوسائل المتاحة بين أيدينا. وأغلخص لكم ما نقوم به الآن في الوقت الحاضر بثلاثة نقاط. أولا، دعوة المجتمع إلى الإسلام وإزالة الشبه والأكاذيب العالقة في ذهون الناس عن الإسلام والمسلمين. ثانيا، تعليم الناس دينهم بناء على ما ورد في كتاب الله عز وجل وفي السنة النبوية الصحيحة. ثالثا، مساعدة المسلمين الجدد، مساعدة المسلمين الجدد وتعليمهم الأمور التي تعينهم على أمور دينهم ودنياهم، وأيضا تقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومساعدتهم في الانخراط في المجتمع الإسلامي الموجود هنا في مدينة نوتنغهام. هذا يلخص باختصار من نحن. أما عن أنشطتنا التي نقوم بها، فمن أبرز وأهم الأنشطة التي نقوم بها هي الدعوة تيبل، حيث نقوم بوضع طاولة كل يوم سبت من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 14 إلى الساعة 4 عصرا، حيث نقوم بوضع الطاولة التي عليها كثير من المطويات الإسلامية الدعوية والكتيبات والمصاحف المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، ونقوم بتوزيعها على عامة الناس من غير المسلمين بالمجان. وبفضل الله، منذ بداية هذا المشروع الطيب إلى اليوم الحاضر، بفضل الله تم الإسلام أكثر من 40 شخص، بفضل الله أكثر من 40 شخص تم دخولهم إلى الإسلام. ومن أنشطتنا أخرى، نقوم أيضا بالمحاضرات، وهي هذه المحاضرات نقوم بدعوة المشايخ والدعاء المشاهير الناطقين باللغة الإنجليزية الذين يقومون بتعليم الناس دينهم بناء على ما ورد في كتاب الله والسنة النبوية. وهذه محاضرات موسمية تقوم كل شهر أو شهرين. وأيضا لدينا الحلقات الأسبوعية الدائمة التي تساعدنا على التواصل مع المسلمين الجدد، حيث لدينا تعليم المسلمين الجدد مبادئ الإسلام من فقه الطهارة والصلاة، وأيضا تعليمهم اللغة العربية لمساعدتهم على قراءة القرآن. وأيضا من أنشطتنا لدينا صفحة الفيسبوك، ولدينا أيضا الموقع الإلكتروني. موقعنا الإلكتروني على شبكة الإنترنت هو www.nottinghamislam.com، وأيضا صفحة الفيسبوك تجدون نوتنغهام إسلام على الفيسبوك. وفي الختام يا إخوان، هذا غيض من فيض من الأعمال التي نقوم بها.
فمن أراد الحصول على المزيد من المعلومات والتواصل معنا فالرجاء التواصل معنا على شبكة على البريد الإلكتروني الموجود على الموقع وعلى صفحة الفيسبوك، وأيضا لدينا المزيد من الأنشطة التي نقوم بها. وفي الختام نطلب ونسألكم إخواننا الكرام وأخوات الكريمات أن تشاركونا في النشاطات والفعاليات والمحاضرات التي نقوم بها حتى تعم الفائدة إن شاء الله بإذن الله تعالى. وهذا غيظ من فيض كما أسلفنا، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخواننا على سرر متقابلين. شكرا لحسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.